أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة المجلة تي في في برنامجكم الجديد بسمة أمل. بسمة أمل برنامج إنساني نستضيف من خلاله حالات إنسانية تناشد القلوب الرحيمة. حالة اليوم الطفل أشرف الذي يبلغ من العمر 9 سنوات من ذوي احتياجات خاصة يناشد المحسنين لتقديم يد المساعدة إليه. إليكم هذا الروبورتاج التالي من إعداد وتقديم طاقم مجلة تي في. أنا سميتي أحمد الأصيلي، كنسكن في المزامزة ولادي حيا، بغيتهم يعاونوني في الدريري. ما عديش كنجبر ما نجيب لي ليكوش، كنجبر ما كنصير، ما عديش سكنه، ما عديش داك. بغيتهم يعاونوني في كرايريسا ونعاونوني نوقف بيت السيد، ما عديش من مرة كنخدم مرة نجلس، مرة خدام مرة جالس، خدمة قليلة ومعدي باش نجيب لي كوش، ومعدي باش نصير، ما عندي والو، لا كروسة لا والو، محان مع الدري. بغيتهم يعاونوني المحسنين، يعاونوني في الدريري، معدي ما نصير ما كان والو، بغيتهم يعاونوني فيه، معدي باش نجيب لي كوش، ما عندي والو. طالع في 9 سنين ما كيجلس ما كيريح، ما يشد بيدين، ما شربتيه ما يشرب، لا ما وكلتيه ما ياكل، ها مغط فين ما حطيتيه تمغط، ما يشد لا بيدي لا يجلس لا والو، ها محطوط سنان فيه كرير يستنعاونو، وما كيجلس ما والو، ما يشد بيدي ما والو، فين ما حطيتيه يبقى، ما عندي باش نجيب ليه ليكوش، ما عندي باش نصير عليه والو. صفر 06 59 19 84 03. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، هذه هي حالة الطفل أشرف الذي يعاني من إعاقة جسدية. إذا بدورنا نتمنى أن نكون وصلنا صوت أب الطفل أشرف إلى المحسنين وإلى القلوب الرحيمة. انتظرونا مع حالة إنسانية جديدة تستدعي أن تكون حلقة ثانية من برنامجكم بسمة أمل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.